اختلف علماء التوحيد في بيان حقيقة الجن، وقال بعضهم بتغاير حقيقته، فعرفوا الجن بأنهم أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة، منهم المؤمن ومنهم الكافر. أما الشياطين فهي أجسام نارية شأنها إقامة النفس في الغواية والفساد. وقال آخرون إن حقيقتها واحدة، وهي أجسام نارية عاقلة قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة، وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون ويكلفون، منهم المؤمن ومنهم العاصي. أما الشيطان فاسم للعاصي، ويدل على ذلك قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، كما يدل على تكليفهم ووجودهم قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وحيث ثبت وجودهم بكلام الله وكلام أنبيائه وانعقد عليه الإجماع، كان الإيمان بما ثبت واجبا ومنكره كافر. والسؤال بعد ذلك: هل هم داخلون في الصحابة الحق؟ نعم، يدخل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه مؤمنا به من الجن، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا وهم مكلفون، وفيهم العصاة والطائعون. قال الحافظ ابن حجر: الراجح دخولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا. وقال السبكي في فتاويه: كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن كافة، وأن رسالته شاملة للثقلين، فلا أعلم فيه خلافا. قال السبكي: والدليل عليه قبل الإجماع الكتاب والسنة، أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقد أجمع المفسرون على دخول الجن في ذلك في هذه الآية، ومع ذلك هو مدلول لفظها فلا يخرج عنه إلا بدليل، ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والمنذرون هم المخوفون مما يلحق بمخالفته لوم، فلو لم يكن مبعوثا إليهم لما كان القرآن الذي أتى به لازما لهم ولا خوفوا به. ومنها قولهم فيها: أجيبوا داعي الله، فأمر بعضهم بعضا بإجابته دليل على أنه داع لهم، وهو معنى بعثه إليهم. ومنها قولهم: وآمنوا به يغفر لكم، وذلك يقتضي ترتيب المغفرة على الإيمان به، وأن الإيمان به شرط فيها، وإنما يكون كذلك إذا تعلق حكم رسالته بهم، وهو معنى كونه مبعوثا إليهم. ومنها قولهم: ومن لا يجب داعي الله، فعدم إعجازهم وأوليائهم وكونهم في ضلال مرتب على عدم إجابته، وذلك أدل دليل على بعثته إليهم. ومنها قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، فهذا تهديد ووعيد شامل لهم، وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله، وهو يقتضي كونه مرسلا إليهم، وأي معنى للرسالة غير ذلك؟ وكذلك مخاطبتهم في بقية السورة بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وغير ذلك من الآيات التي تضمنتها هذه السورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتصلك كل حلقاتنا أولا بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.